أمل الأربعاء واجه ضيفه اتحاد سمسيرة بتشكيلة كان فيها الموهبة مزيان اللاعب الوحيد الأساسي الذي لعب أول مباراة في الموسم في تشاكر ضد الموب. تشكيلة الزرقاء كانت كلها من الاحتياطيين وأربعة عناصر من الأمل، ورغم كل ذلك وبالإضافة إلى المشاكل الانضباطية والإدارية وغياب المدرب الرئيسي، إلى أن الثلاثي مزيان الدولي وزميله الطيب الدولي سابقا كذلك وابن المدرسة بكير أمتعوا الجمهور القليل بلوحات رائعة أفسدها الضغط والبحث عن النتيجة والجو العام للفريق وطابع مباراة الكأس. الاتحاد لم يستثمر في ذلك فاكتفى بالدفاع واللعب على الهجمات المرتدة بمحاولة كانت محتشمة. بكير لفت الأنظار في هذه المباراة وبعث برسائل أمل لمحبي النادي بعد مطالبة الكثير من اللاعبين بالرحيل. الشوط الأول انتهى على التعادل السلبي ودخول الهداف ونجم الفريق الأول غزلان أو بلال كما يلقبه الجميع كان جديد الشوط الثاني، وعشر دقائق كانت كافية له ليسعد أنصار الزرقاء ويحرر زملائه الأولى. وبعد عمل رائع من مزيان وتوزيعة مثالية من بويوسفي راسيته يردها القائم، ومن أعذر فقد أنذر يملك، هكذا قال غزلان. في الثانية وبعد تمريرة بكير هذه المرة يسجل بلال هدف الفوز والتأهل والثقة والهدوء في بيت نادي أمل الأربعاء. بعد ذلك واصل الأمل اللعب بنفس الطريقة بالاعتماد على الكرات القصيرة والاختراق على الأطراف، وفي الجهة المقابلة اتحاد سمسيرة حاول بجرأة ولكن بدون فعالية رغم قلة تركيز مدافعي الأمل وسوء تمركزهم. المنطق في الأخير احترم لفارق المستوى الفني والبدني، والأمل حقق الأهم، بينما التحية كبيرة لأبناء تي سمسيرة.